أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 4 کروڑ نیکیوں والا وظیفہ. روزانہ 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ان کلمات کی برکت سے 4 کروڑ نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا. آئیے یہ کلمات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر روزانہ 10 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا
أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد.